ما غنحضروش ما غنحضروش دون ان نعطي لذلك شي اهميه بالغه. علاش؟ لانه مع الاسف في الواقع حنا علاقتنا مع الحزب الشيوعي الفرنسي، وانا عشت ذلك بشكل مباشر خاصه لما كنت طالب في باريس، علاقات دائما كانت فيها توتر لجوج الاسباب ماشي سبب واحد. السبب الاول يمكن ناكدوا عليه هو القضيه الصحراء، وانا غنرجع لها، لكن السبب الثاني اللي كان دائما موجود هو ان الحزب الشيوعي الفرنسي كانت عنده واحد النوع ديال الابويه إزاء بعض الأحزاب، خاصة تلك المنتمية لمنطقة المغرب العربي، بالنظر للتاريخ ديال الاستعمار أو ديال الاستعمار بالنسبة للجزائر، الحماية بالنسبة لنا، بالنسبة لتونس إلى غير ذلك. وحنا في الحزب منذ الأربعينات، منذ 46 بالضبط لما مغربنا الحزب، عبرنا لهم بأن علاقة ودية نعم، لكن الخضوع بأي شكل كان لتوجهاتكم وكذا لا. ومارسنا هذه الاستقلالية القرار كما مارسناها في كل علاقاتنا داخل المغرب، في العلاقات مع الاتحاد السوفيتي، مع الشينوا، مع الجميع، هكذا كان. وهادشي علاش حنا باقيين، وكون كنا بحال احزاب اخرى كنا رافنينا، كون كنا تابعين وتابعين وديليين لاي كان. دونك هذه المساله عمرهم ما تقبلوها بدايه، وعشتها معهم في كلمة المناسبات منذ 74 75 مع الاسف انساقوا وراء الطرح الجزائري. وعلاقتهم لم نتهموا، ولكن كاين علاقات قويه بيناتهم. شنو طبعها؟ واش هي فكريه وايديولوجيه فقط او فيها جوانب اخرى؟ جعلت انهم بقوا دائما كيميلوا للطرح الجزائري، ولكن بواحد النوع ديال التعصب اللي كانوا كيعتبروا فيه وكتبوها مرارا وتكرارا فيما يتعلق بالواقع المغربي، بموقع الملكية في المغرب، بتعاملنا نحن مع هذا الواقع. عمرهم ما فهموا بأنما هكذا نتعامل نحن، وحنا ما كنعطيكمش دروس بالنسبة لتعاملكم في فرنسا، وبقت الأمور هكذا. اليوم ما زاد الطين بلا هو أنه ولا على رأس شركة حزب، ماشي الحزب الشيوعي، ولا على رأس ليمانيتي الجريدة، واحد السيناتور شيوعي اللي منحاز تماما، يعني اكثر من غيره، مجمق مسد مع الجزائر تماما. اسمحوا لي تكلمت بهذا التعبير. صافي هما استدعاكمش السنه الماضيه، بقاو كيدوخوا علينا، اسمح لي، كيقولوا لنا شي كلام في الوقت اللي هادي 50 عام. انا شخصيا دوزت شي 10 ديال الاحتفالات باليومانيتي، ودرنا الستاند ديالنا وبتنا تما، ودافعنا على الموقف ديال الصحراء، ودافعنا على المغرب، ودافعنا على الديمقراطيه، وبعنا الكتب، واستضفنا ناس، يعني كان الخلاف ولكن كنا موجودين والسلام. هكذا هي الاحزاب المتحضره يمكن ان تتعامل. مع الاسف هذا التشنج بدا هذه مده، واستغلوا الكوفيد، والسنه الماضيه ما قالولناش بصريح العباره، بقاو يمطلوا فينا. في الاخر ما خلاوناش نديروا الخيمه ديالنا، لان مولفين كنديروا خيمه مخزنيه كنديروها تما. وهاد السنه قالوها لنا بشكل رسمي. اسيدي اللي اسيدي اللي ما بغناش حتى حنا، راه هذاك لافيد ليمانيتير ما عندناش حنا شي حاجه اساسيه. حنا كنا كنستغلوها باش نتلاقاو مع الشيوعيين عبر العالم، مع التقدميين، مع اليسار، وندافعوا على مواقف بلادنا ونعرفوا به. راه عندنا اساليب اخرى باش نقوموا بهذا الامر، يعني ما غي خاصه انه لا ليومانيتي، يعني هادشي ما كنتشفاش، ولكن لا ليومانيتي كجريده ولا الحزب كحزب ما هما فيما كان عليه قبل عقود من الزمن.